السلام عليكم يا جماعة الخير، عساكم خير، عساكم طيبين دوم إن شاء الله. جويتيتش شركة جويتيتش نزلت سحبة جيجارة من قبل، هي اللي جوي إكسيد اللي قالوا عنها، لقبوها بماكينة حلاقة اللي نزلوا من بعض المحلات، ممكن المحلات طبعا نظام بودوت بس كويلات تركب داخل وذي، فأداها كان زين وذي. فحاليا هي نزلت سحبة جديدة اللي اسمها رن أباوت، فهاي علبة السحبة. طبعا هذه ك في داخل عشان تحك ال هذه عشان تطرش الكود حق الشركة عشان تعرف المنتج أصلي والله لا. طبعا خلينا نشوف محتوى العلبة شنو داخلها. هذه السحبة، هاي شكلها، طبعا خمس طاقات تشتغل. هاي طبعا بتريها بيكون 450 ملي امبير، وال هاي البود مالها طبعا 2 ملي، وهذه الكيبل تشارج مالها، هذه الكتالوج تبعها، وهذه تبع الشركة، وهذه اللي يسمونها ورنتي كارت. المهم خلنا نشرح لكم شيء بسيط، لأن هذه شرحة ما يبي لها شيء وايد. هذه هي اشتغلت، طبعا اذا طقت ثلاث طقات بسرعة يتغير اللون، وفي عدة الوان موجودة في هالطقات ثلاث طقات، من ضمنهم اللون الاحمر، البنفسجي، اصفر، الاخضر والابيض. ف جربتها انا، ف يا شباب ترى على فكرة ان هذه البود تقدر تطفي هاي نيكوتين اللي هو النيكوتين عادي هوب سولت، يعني من 6 ل 18 تقدر تستخدمه، يعطيك طعم النكهة والفليور يعني زين. فحاليا انا بحط فيها اللي هي في سي تي سولت، نشوف اداها شلون، نخبركم يا الربع. طبعا البود تبطل من هنا الجهة، التعبية بهالطريقة تعبي البود. السكرة في سي تي خمسة في المية يعني 50. نشوف أداها شلون مع السولت. معنا استخدمت فيها في سي تي 12 نيكوتين وكأداها وايد زين، فهلا حطيت فيها سولت ونتأكد منها. أداها وايد زين، تعطيك النكهة. طبعا هذه السحبة فيها طريقة، يعني شوف هاي الفار البتن مال هاي حق السحب، لأن تبي تسحب لازم تضغط دي عقب تشتغل.
فمسوينها ها كل مرة يسوون تشكيلة يعني شو أقول لك يعني نفس هذه يقول عنها ماكينة علاقة، هذه نفس الشركة وهذه حنسوها كنا مثل ما تقول بعض اللي علق عليها قلنا كطراد في البحر كهاي يعني أشكال عجيبة غريبة طلعوا من الشركة ذي. فالبود هو الميزة اللي فيه إذا كان هالطريقة يعطيك السحبة ثقيلة، إذا قلبت البود بهالطريقة يعطيك سحبة خفيفة. البود هاي مميزاته، فالبود في مجال انه يمكن يتبطل، متأكد منه. هذه خلنا نشوف عقب كم من يوم اذا يتبطل شنو داخله، شنو محتويات البود، عشان نقدر نبدل القطين ولا نبدل الكويل ولا السلك الموجود اللي داخل. هذه عقب كم من يوم ان شاء الله ننزل لكم ريفيو عن والله اي شيء يخص هذه السحبة، ورد عليكم ان شنو مميزات شنو سلبيات شنو الزين فيها شنو الشين فيها. ثانيا انا اشكر صديقي هو صاحب محل Let's Whip اللي دعمني واعطاني فكرة اكون مجرد حق سحبات جيكاير. الجامين انت تشوف السحبات جيكاير الموجودة عندي كلها، قال لي خلي اختصاصي سحبات جيكاير، يعني ما لي شغل بالمود وهاي اللي هو البومة هاي باتل ستار وهاي من شركة سموك ار تي اي اصلي الاصل ار تي اي، يعني اكل اكثر الاجهزة موجودين عندي، التنكات موجودة. فشفت ان ما عندنا اكثر الشباب كلهم يخلطون يعني يسوون ريفيوات على النكهات وعلى الشيش الالكترونية على التنكات وعلى السؤال، قلت خلنا نتنعز عنهم شوي، خلنا سويانا مثل ما تقولون يا شباب ان كن اختصاصنا سحبات جيكاير. فأنا أشكر صديقي اللي هو صاحب محل Let's Whip، ما قصر وشجعني على ذي الشيء وعطاني دعم يعني، وإن شاء الله جاي المزيد بعد ونزل لكم فيديوهات على سحبات جيكاير جرب توصل، وإن شاء الله تشوفكم في أشياء ثانية. أتمنى من بعض المحلات أن تنزل من هذه السحبة، فأداها لحد الآن ممتاز وجيد. بس اللي قال أن سحبة إيرفلو مالها وايد مفتوح، فهو يقدر يتغير البود من هاي الطريقة فصير السحبة أثقل. فقبل أنا حطت فيه اللي هو نفس ما قلت لكم في سي تي 12 نوكتين، كان السحبة خفيفة، ما حطيتها عند قدامكم أكون شحنت اللي هي في سي تي 50 سولت نوكوتين، فأداها ممتاز. يعني يصلح حق النوكوتين العادي اللي هو الهاي نوكوتين والسولت نوكوتين. فأتمنى لكم الخير والجميع إن شاء الله بصحة وعافية، وتحياتي للجميع.